السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، الشكر للإخوة شيخ عجيب صاحب الدار والإخوة المنظمين لهذا المجلس، وكذلك الحضور من إخواننا وآبائنا، ربنا يعظم الأجر. الحقيقة شيخ أحمد ما خلى لنا حاجة نتكلم فيها وراه، واستوعب الموضوع جزاه الله خير استيعابا طيبا، وقال لنا نصايح وحقائق وآثار ونصوص نحن كلنا محتاجين لها، وإن كانت من زيادة فأمور بسيطة إن شاء الله أشير إليها إشارة سريعة. أولا، خاصة الداعية يحتاج إخواننا إلى التحلي بما يدعو إليه، أن يتحلى به أولا. وكما ذكر شيخ أحمد حفظه الله تعالى أن الدعوة بالفعال أعظم من الدعوة بالكلام، وإن كان وسيلة الكلام هي الوسيلة الأعظم في الدعوة. والرسل كانوا خطباء، ولكن الفعال تدل على صدق الكلام. قالوا ليوسف عليه السلام صاحبه في السجن، قالوا نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فلما لاحظوا على يوسف عليه السلام الإحسان في نفسه، طلبوا بعد ذاك منه العلم. وبالتالي يا أخواننا، نحن في نفسنا دي أحوج ما نكون إلى ما ندعو الناس إليه من هذا الدين القويم، نحن محتاجين له أول حاجة. ومن الأشياء المهمة جدا اللي إحنا بنحتاجها الرحمة في التعامل. وقد جاء في الأثر إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والرحمة في كل جوانب دعوتك، ابتداء من تقديم للناس، أن تقدم للناس أعظم ما ينفعهم. فكونك تجي تكلم الناس في التوحيد وتحذرهم من الشرك ومن دعاء غير الله ومن التوكل على غير الله ومن عبادة غير الله ومن الاستغاثة بغير الله، وتخوفهم من الشرك وتذكر لهم النصوص في ذلك، هذا من أعظم علامات الرحمة. ولولا إنك أنت عندك رحمة بالمجتمع لما دعيتم للتوحيد، لأن التوحيد هو سبب النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أعظم ما يدخل الناس الجنة التوحيد، بل براه ما في جنة، بل براه العمل حابط وباطل. ربنا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قلنا يا أخواننا، أعظم ما يفسد العمل هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن رحمة الداعية بالمجتمع أن يقدم لهم التوحيد، والتوحيد ينفعهم، بل لا يستقيم العبد في أخلاقه ولا في معاملاته إلا بالتوحيد. لأن الإنسان يوم اللي خاف من ربنا ويصدق مع الله ويدرك تماما أنه واقف يوما بين يدي الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. أنت لما يكون عندك توحيد، أنت حتكون موقن تماما أنك حتجيب قدام ربك يوم القيامة.
وربنا حيسألك، فحينصلح حالك في معاملاتك وفي أخلاقك، وحتعلم إن الرزق من الله، والرزق من الله لا يطلب إلا بطاعته. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في ربعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها، وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وربنا يقول: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يوم اللي يبقى عندك توحيد نظيف، انت حتنظف معاملتك، ويدك دي في المعاملة بتكون نظيفة. واعلم إن الإنسان إذا ساءت أخلاقه وساءت معاملته وضيع حقوق الناس وأكل أموالهم وانتهك أعراضهم، أعلم إنه في توحيده اللي بيقوله ده خلل، لأنه توحيد ما حملك على الخوف من الله، أعلم إنه فيه خلل. وبالتالي أخواننا، هذا من أعظم مظاهر الرحمة. ثانيا، الرحمة في المعاملة. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم جوه في حديث مالك بن الحويرث، طلب اجلس معه يتعلم عنده، المثال اللي ذكره شيخ أحمد وغيره من الأمثلة بتلاقيك انت في المجتمع وتتعامل مع هذا المجتمع. قال مالك بن الحويرث: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني صغار دون العشرة أو فوق العشرة سنوات شوية أو دون عشرة سنوات. قال: فأقمنا عنده نحو من 20 يوما. قال: فلما رآنا قد اشتغنا إلى أهلنا وكان رحيما رفيقا. لاحظ الكلمة دي مهمة جدا. قال: وكان رحيما رفيقا. أول ما شافنا ونحن صغار اشتقنا لأهلنا، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، أقعدوا معهم وأقيموا فيهم الصلاة، وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الشاهد في التعليم، قال: وكان رحيما رفيقا. أنت بتعلم المجتمع يا أخي، وأنت داعي تحمل العلم وتحمل بضاعة ثمينة، البضاعة الشايلة أنت بضاعة ثمينة ما ممكن تشيلها في ماعون كعب وسيء. الليلة أنت ممكن زول تنزل عنده ضيف يجيب لك أكل أنت بتحبه جميل جدا، لكن ممكن يعرض لك بطريقة قبيحة أنت ما تقدر تأكله، أو في ماعون وسخان، أو يعرض لك بطريقة ما كريمة. الليلة لو أنت جيت نزلت ضيف من زول جاب لك أكل سمح جدا، نزلك الأكل قدامك كده قال لك ها أقعد أكل، أنت حتقعد؟ لو الجوع ده قلت لك ما بتقعد ذاته، لأنه أكله كريم لكن ما عرضه كويس. وممكن واحد تاني أنت تنزل عنده ضيف ويكون عنده حاجة بسيطة جدا، والله نزلنا ضيوف عند ناس ما عندهم شيء، لكن من بعيد بنزلك كويس ويفرح بقدومك، زي ما قال القحطاني، قال: افرح لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. أول ما نزل عندك الضيف بيستقبلك سمح ويكون فرحان. يا أخي الصحابية لما النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليهم الباب فقالت: من؟ بيسألوا من جوا البيت من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: السلام عليكم، وهم ما داروا يردوا، دارين انه يسلم ثاني: السلام عليكم، دارين السلام من النبي صلى الله عليه وسلم يكتر عليهم. فقال قال رسول الله الصحابي قال: الحمد لله، لأنه نزل عنده ضيف كريم. ففي ناس والله يفرحوا أول ما أنت دخلت عنده، يعرض لك الحاجة، ما يكون عنده حاجة، والله في ناس تجين عندهم أشياء بسيطة جدا لكن بيكون مسرور ويدخل ويمرق، تقول الزول ده ضابح لنا، ويدخل ويمرق، لكن اللي بيجيبه وبيعرضه وبيخطها قدامك كإكرام للضيف أنت بتكون فرحان بيه وتتذكره زمن طويل جدا. يا أخي كداعي أعرض كويس يا أخي.
النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا جميعا، واللي عنده قدوة غيره أفضل منه اللي ورينا يا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي يدخل في الصلاة معاوية بن الحكم السلمي، وده صاحب وده حديث الجارية ذاته نفس الحديث صحيح مسلم، أول ما دخل الصلاة وكان في حكم غايب عليه ومو عارفه إنه الكلام في الصلاة منع، قال فعطس رجل من القوم فحمد الله، قال فشمته، قال لي يرحمك الله في الصلاة. والحكم ده هو ما عارف، عشان تعرف المجتمع ده فيه كثير، رغم النماذج الثانية دي احنا ما بدنا نتكلم عنها الليلة، الزول المجرم والدار يلعب بالدين والدار يلخبط والجايب لي بدع دار يدخلها في الناس، ده ما موضوعنا معه. نحن موضوعنا مع مجتمع واسع جدا، ودي الأغلبية الساحقة فيه ناس دايرين يعرفوا معلومة وواثقين فيك انت، انت مرات بتحبطهم، والواحد ذاته والله يتدخل فيه كويس تدخل شي في نفسه ما يبرق منه كله ثاني. شوف ده النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه كيف، قال الصحابة داخل الصلاة طبعا عارفين الحكم هم، قال فرمغن الناس في أبصارهم، بيقوا بعاملوا فيه كلهم نظام انه الكلام ممنوع ما دا يتكلموا معه، ومعاوية ما عارف. قال فقلت واثق لأمياه، ما لكم بيتكلم زيادة كمان، ما لكم تنظرون إلي، قال فضربوا على أفخاذهم، يضربوا له على أفخاذهم عشان يسكت وهو بيتكلم. قال أول ما انتهت الصلاة قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لم أرى معلما خيرا منه، لأنه يا أخوان الزول الصلاة جاي يتعلم ده ما بيحتاج منك ليزلة ولا ليهانة، ده ما جايك زي ما بقولوا راس الكورة مدردق، ده جاي مدردق انت بشوف القوم بيهن، بس ما في داعي ليزلة وإهانة وتدوس بالواطة وتقول له انت تعال الصلاة دي ما منعوا فيها الكلام، انت بتفهم ولا شنو كلام ما منعوا في الصلاة، شنو بتنضم لنا جوا الصلاة يا ناس. قال لم أرى معلما أحسن منه، قال والله ما نهرني ولا كهرني، كهرني يعني ما كشر في وشي. قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، انتهى الموضوع. يا أخواننا نحن المجتمع ده بيحتاج مننا لطريقة زي دي. أنا أقصد بذلك الناس العامة اللي قاعدين في الشارع دين، ممكن واحد والله تدي معلومة بالطريقة دي يقول لك والله ده أنا أول مرة قابلني ذاته، وبكون قالوا له قبل كده لكن معاه نهرة. المهم وينسحب على هذه المعاملة يا أخواننا رحمتك حتى بإخوانك، كثير من أخواننا بتكون فايتة عليهم معلومة انت بتشوفه بيدقنوا أي حاجة لكن في معلومات فايتة عليهم، داير منك تسوق بنفس السواقة دي، وأحيانا بكون في زول حتى ممن فيهم شيء من الولاء للجماعات الثانية دي، لكن بيكون زول في نفسه طيب وانت بتكون دار تعامله معاملة كويسة وتجره للخير. والله في بعض أخواننا حقيقة نحن ذاته بيعملونا مشكلة، نكلمكم النصيحة، تكون ماشي لك لزول يعني دعاك لمناسبة مثلا، ولا يعني إن شاء الله ساي مقابلة دار تقابل لك زول، والزول ده ممكن يكون لفترة معينة كان مع الصوفية كان مع كده، المهم عنده انتماء معين، لكن انت تشعر فيه الخير وممكن تقدر تقربه وتهديه وتوريه، بنقوم بنمشي. انا شخصيا ما عندي مشكلة بمشي، ادعيني لي مناسبة ليشي فيه اكرام ليه وممكن انا اقدر ابلغ معلومه او اجره على الخير بمشي، يقوم يمشي معاك واحد من اخواننا ولا يقابلك ان شاء الله في المناسبة دي، انت بتتكلم مع الزول ده، ولا يجيك في البيت يلم لك فيه زول يمحط لك بثلاثة جمل، داك تاني انت شفت لو جبت له ابن تيمية ما يجيب راجع. يا ناس يا اخي اقلها انت لو ما قدرت الموقف ده تقدير صحيح، وانا والله احترم اخواننا جدا، لكن
برضو انت لما انا يكون عندي تقدير معين خلينا نمشي في اتجاه الماشي فيه ده. الزول ده انا راجي فيه خير يا اخي. انت تب لو ما عندك لو اي حاجه زي ما بيقولوا الشباب ما عندك لو حاجه امسك خشمك. خلينا اتكلم انا يا اخي. اقل لا خلينا انا ابذل وسعي في انه اقدم للزول ده خير. ما تكفي الا الباب يا اخي. والله واحدين يجوا راكبين من وين؟ اخر السودان. ويجي ينزل معاك ضيف ينزل عندك ويخصك من بين الناس في الخرطوم الثمانية مليون ديل يخصك ينزل معاك انت. معنا ذول بديك اقل شيء نوع من التقدير كويس. يجي واحد من اخواننا على سبيل القوة في المنهج وبذل الحق وبذل النصيحة يقوم يطقع عليك طقع لما ذاك يندم على المواصلات الركيبة ذاته. يا ناس والله احيانا اكلمكم النصيحة في ناس يكون عندهم شبهات وعندهم افكار ومعتقدات باطلة وشبهات منحرفة. والله الشبهات دي كلها تنضف منه بسبب المعاملة الكريمة من غير دليل لا آية ولا حديث ولا نقاش ذاته. والله ممكن زول ينزل عندك ضيف تكرم إكرام وتقدره والله الشبهات اللي في راسه تطير منه كلها لأنه أغلبها بتكون شبهات زرعوها فيه بسبب فعل أهل البدع ولا ديل كده وديل. عشان كده يا أخواننا هذا الجانب مهم جدا. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في واحد جاي يناقشه ومحضر قال له ده أنا ناظرك عديل. هو طبعا ما كل الناس انت تقدر تتعامل معهم بطريقه طيبه. في ناس ثاني مجار ما ديلك يوم مباراه كويس والكلام عنهم بيجي. لكن انا بتكلم لك عن الناس في المجتمع ده مخمومين وفاهمين انك انت زي ما قال الشيخ احمد انه انت بس زول عباره عن شيطان. ده جاي بشبهات راسيه وقال انا دار ناظر ابن باز. ابن باز رحمه الله تعالى قال قعدوه اكرموه. بيجي يجي يقعد دار يبدا النقاش. الشيخ ابن باز صار يوقفه يجي وهات الغداء تغهى والقهوه وشنو. الزول ذا كم يوم بعد ذاك الشيخ ابن باز قال له وين الاسئله بتاعتك؟ قال له ما عندي اسئله الموضوع انتهى ما في اي شيء. يا اخي انت كداعيه تتعامل مع المجتمع كالطبيب. انا ما كلامي لك ده دايرك بس تبقى بالنظام ده براو لا ترى بد تكون عندك ذكاء وفطنة وعلم وتحليل للشخصيات ومعرفة وبعد نظر. ده كله انت لابد تتحلى عشان تكون داعية ناجح. تكون انت في كل المجالات يعني ما تبقى غبيان. ممكن زول يجيك مجرم قال ينزل معاك في البيت ويورطك. فلا بد تكون انت على ذكاء وانت على معرفة وبعد نظر وتكون البلد دي قارية كويس. الداعية ده بيقرا احنا سودان ده لفيناه ومن بغادي لاخر. شفت الغريب ده كملنا للاخر وكده. الجنوب اللي انفصل والجنوب القاعد كله تعرف طباع الناس وتعاملهم يعني بموافقه الطباع الطيبه يعني فيهم. فتكون حصيف انت وتعرف الحاصل كويس ما تبقى غبيان ساي. تبقى انت درويش في المجتمع ده براك ما تخليك زول درويش. العلماء قالوا السلفي كالبحر هادي وقوي. البحر ده انت بتعاين لي كده من بعيد تشوفه رايق كانه ما في حاجه. تكون انت رايق وقت الروقه وقوي وقت القوه. لكن مما تلقى الزول شوف الداعي مما تلقاه اعلن الحرب في وقت السلم وشغال بقواعد السلم في وقت الحرب. وقت مفترض يكون لين وهين تلقى شاد الشغله وشامطه. وقت مفترض يكون هو ذول قوي ويكون حاسم تلقاه لين وميع الشغل. اعرفه ده مطرطش ساي ذاته. ده مو فاهم يسوي شنو ذاته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انا الضحوك القتال. الضحوك يعني شنو؟ يعني بضحك في وقت الضحك بيكون هو المناسب. والقتال وقت الحرب دي تدور وقت يكون محتاجين الى الشده والقوه. علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول ده علي بن ابي طالب خد بالك ده اللي كان شايل الباب بتاع الحصن في حصار
في الحصار بتاع بني قريظة كان شايل باب الحصن، قالوا 7 رجال مبزحوا من محله، علي بن أبي طالب شايله في يده ومشغله درجة، ده باب الحصن، وبدق الواحد بالسيف يقطع النص ولا يهزم في المبارزة، شجاعة منقطعة النظير. بعد ده يقول والله إذا احمر الحدق واشتد القتال رأيتنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي وراءه كده ده الواحد يحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال والأشجع مننا، أشجع واحد القاطع هو الأقرب إلى ظهر رسول الله الكريم من ظهر ذاته، ده أرجي الزول. انت لابد تكون كده. لكن الوزنة دي دايرة علم ودايرة فقه ودايرة معرفة واسعة. يا أخي أعرف طباع الناس وأعرف صفات القبائل السودانيين، زي ما قال الشيخ أحمد أنا عجبني المثل بتاعه، شفت البيبسي ده يا أخي، في ناس ما تجخون يا أخي، الله يهديك ما تجخون يا أخي، والله في ناس انجخيتهم والله تذاتك ما تمرك تاني يا أخي، رايقين مشون كده رايقين. أنا والله عملت لي محاضرة مرة في حتة اسمها مصيميمة في كردفان، المحاضرة دي سبقتنا أخبار قبل ما نحصل نحنا، ماشيين المحاضرة من هنا 10 ساعات من بعد الفجر، نحن سايقين حصلنا معانا صلاة العصر كويس، وداخلين المحاضرة بعد العصر طوالي، وسبقتنا أخبار هنا قولون جايينكم الناس بنبذوا لكم الفقرة وجايين ينبذوكم انتوا في رقبتكم، هنا الفقرة ما بالحيل عليهم شديد، لكن الخبر جاهم قالون انتوا هو انتوا ليل جايكم جايينكم ينبذوكم في رقبتكم، والعرب ديلك بس ها شمطوا على كدي. انا بديت المحاضره وبعاين بورا هناك الناس اللي بيجوا داخلين، الواحد بيجي شايل كوكاب، بيعرف الكوكاب ولا في بورا وكدي ده وداخل، وانا بعاين فيهم داك داخل له وبيفرر بجرينات، داك في فرر عنده جرينات بفوق بيجي داخل بيه جاي، وده بيعود بهيني سفروق الملوي سفروق اللي في الكوبل الارنب داك، ده داخل بيه بهيني وده داخل بيه بهيني، وانا شغال بديت المحاضره يا اخ، بديت لك بفوق ومشيت بهناك وروقت الموضوع وضحكته، ونعم ما اقدر لك صار لي كلهم في 3 قاعدين بهنا في كراسي وفي 3 بهنا، روقت الموضوع وسكتهم كده ومحبه النبي وضحكتهم. انا لما خشيت في موضوع ياسين بعد نص ساعه حتى خشيت في الموضوع وسكتوا حبه حبه، تعرف لما انتهت المحاضره ومرقنا برا اتلموا فينا الجماعه دي، قالوا ما انتوا جا، قالوا جاي انت شاكلونا، وقالوا شنو اتكيفوا كيف اتبسطوا بعد ما انتهينا، قول لنا احنا اتغدينا اصلا، لا 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 قول لنا داك ما الغدا، الغدا بنعيده هسه ثاني تقعد، والضبيحه مدوره والله مسكونا لحد ما اكلونا الاكله الزياده ودورنا جينا راجعين. فيا اخي انت خليك عندك معرفه بالناس وبطبايعهم وبالقبائل دي، ما ساي يا ناس ربنا ما جعلها ساي، لانه فيها صفات، في ناس فيهم شدة وفي ناس حرورية وفي ناس باردين وفي ناس كده، ده كله فيه، تتعامل مع الناس على وفق هذه الأمور، وارحمهم وارحم رقبتك دي، انت كان ما قدرت ترحم الناس ارحم رقبتك، لأنه طقوق بيوم بيكفت بيعود انت بتعرف الحاصل، فربنا يصلح الحال.